النوم، النوم لا أعلم دليلا على الإطلاق يمنع من نوم الصائم في أي وقت من أوقات النهار ما لم يضيع فريضة لله عز وجل. وأنا لا أريد أن أضيق ما وسع الله. رجل شغال وردية مثلا بالليل طول الليل وجاي ينام من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وقام صلى العصر ونام تاني لأنه حيشتغل وردية أخرى، لا حرج عليه، لا أنكر عليه ذلك. إنما أنا أنكر على من يسهرون طوال الليل وينامون طوال النهار بغير حاجة وبغير عذر، وتزداد المصيبة ويزداد الطين بلة إذا ضيعوا صلاة الظهر وصلاة العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزي ما قال بعض يعني أصحاب الطرف، قال بل تأكلون الأرطال، لأن الموائد بتبقى يعني ما شاء الله حافلة، تأكلون الأرطال وتشربون الأسطال وتنامون طوال الليل والنهار وتدعون أنكم أبطال. تأكلون الأرطال وتشربون الأسطال وتنامون الليل والنهار وتدعون أنكم أبطال، هيهات هيهات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الصادقين.